نشرة الأخبار السورية من القناة الإعلامية الثانية لبنت سوريا. بعد التقدم الذي حققته قوات الفصائل الفلسطينية في مخيم اليرموك جنوبي العاصمة دمشق، عزز الجيش السوري من تواجده وحصن مواقعه حول المخيم لمنع مسلحي داعش من التمدد خارج المخيم من جهة المناطق الآمنة المحيطة به. الإجراءات الأمنية حول المخيم خطوة هامة وصفتها المصادر العسكرية بأنها استراتيجية وتمهد لاستكمال العمليات في المناطق التي ينتشر فيها المسلحون لا سيما في الغوطة الشرقية. الداعش تحاول تشكيل خط متصل ما بين المخيم ببيلة يلدى بيت سحم وإن تمكنوا باتجاه المتحلق جنوبي عين ترمى زملكة، لكن عاجزين عن تحقيق تلك الحلم. ما السبب؟ السبب وجود قوات الجيش بشكل كبير وكثيف وجاهزية وحدات الجيش، وبالتالي مخطط مكشوف، وجميع المنطقة من قبل الأهالي أو وحدات الجيش جميع المنطقة مسلحة وجاهزين للتصدي لتلك المجموعات الإرهابية. وتابع الجيش السوري عملياته العسكرية بريف دمشق، حيث استهدف تجمعات المسلحين في محيط جسر زملكة بالقرب من عين ترمى، لا سيما بعد محاولة التسلل التي قام بها المسلحون في محيط دوار الكباس. كما دمر الجيش موقعا تابعا لمسلحي ما يسمى بجيش الإسلام بالقرب من جامع رحمة في جوبا. في جبال القلمون الشمالية المحاذية للحدود اللبنانية دارت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري ومسلحي جبهة النصرة في جرود بلدتي فليطة وقارة المقابلة لبلدة عرسال في الطرف اللبناني، معقل تنظيم جبهة النصرة المرتبط بكيان الاحتلال الإسرائيلي. الاشتباكات خلفت عشرات القتلى والجرحى من مسلحي النصرة وتدمير أسلحة وذخيرة. وتتوزع المعارك بريف العاصمة دمشق على ثلاثة محاور أساسية للقتال، في جبهة القلمون وفي الغوطتين الشرقية والغربية، في وقت ضيق فيه الجيش السوري من حصاره على المسلحين في مخيم اليرموك جنوبي العاصمة دمشق، لا سيما بعد التقدم الذي حققته قوات الفصائل الفلسطينية وسط المخيم. مازن سلمؤل، عالم، ريف دمشق. جديد قلعة الشمال في حلب، مبنى المخابرات الجوية إلى الواجهة، حيث تصدى الجيش السوري لهجوم عنيف شنته المجموعات المسلحة بعد تفجيرها لنفق كانت قد حفرته مسبقا ممتدا من صلاة الليرمون باتجاه مبنى دار الأيتام. هجوم كان هدفه التقدم باتجاه حي جمعية الزهراء والسيطرة عليه. ترافق ذلك مع سقوط عدد من القذائف المتفجرة على عدد من الأحياء. إحدى القذائف سقطت في حي الخالدية مخلفة إصابة عديدة في صفوف المواطنين بينهم طفلان في حالة حرجة. وحصلت هجمات صاروخية على منطقة السليمانية وكان فيها دمار شامل لعدة أبنية، واستشهد عدد من المدنيين الأبرياء واللي موجودين في المناطق، وحصلت حركة نزوح من قبل المواطنين باتجاه خارج محافظة حلب. أنا كمواطن بدعي المواطنين أنه ما نترك بلدنا ولا نترك أرضنا ولا نترك مدينة حلب. وفي ظل استمرار استهداف المسلحين لأحياء المدنيين بالقذائف المتفجرة، فقد استنفرت المشافي الحكومية طواقمها لاستقبال المصابين، ولا تزال على أهبة الاستعداد لاستقبال الإصابات التي تنجم عن أي اعتداء إرهابي يستهدف المواطنين داخل المدينة. طبعا نحن في مديرية صحة حلب في حالة جهوزية تامة، واستنفار طبعا استنفارنا على مراحل حسب الوضع الراهن اللي عم نعيشه في المحافظة. كامل فريقنا الطبي والإداري والخدمي والتمريضي جاهز، استعداداتنا تامة، كافة تجهيزاتنا ومستلزمات العمل الجراحي الإسعافي متوفرة لدينا، لدينا مخزون استراتيجي في مستودعاتنا. بينما رفعت وزارة الداخلية والدفاع المدني مستوى الجاهزية وانتشر منتسبوها في شوارع المدينة تحسبا لأي طارئ في أي حي من أحياء مدينة حلب. جهود حثيثة تبذلها الدولة السورية في سبيل الأمن والأمان في مدينة حلب، تكاتف بين المؤسسة العسكرية والمؤسسات الأخرى لتحقيق الأمن في المدينة. من حي الزهراء في مدينة حلب، ربيك لوندي، العالم. بعملية عسكرية خاطفة سيطر الجيش السوري على قرية الرشادية بريف حلب الجنوبي بعد مقتل وجرح عشرات المسلحين التابعين لما يسمى بحركة أحرار الشام.
القرية التي تبعد حوالي 8 كيلومترات عن طريق خناصر حلب كانت تستخدمها الجماعات المسلحة مقرا لانطلاق هجماتها على الطريق الدولية والهجوم على بعض نقاط الجيش المنتشرة بريف حلب الجنوبي. قمنا بصد هذا الهجوم العنيف وتحولنا نحن لهجوم عليهم واحتلينا القرية اللي هي الأهم بالنسبة لهم اللي هي كانت أكبر معقل للمسلحين. السيطرة على قرية الرشادية أمنت الطريق الدولية باتجاه خناصر ومنعت المسلحين من الهجوم على قوافل الإغاثة والمساعدات الغذائية في وقت أكدت فيه المصادر العسكرية أن الجماعات المسلحة تراجعت إلى أكثر من 10 كيلومترات عن الطريق. قامت المجموعات المسلحة بمحاولة الوصول إلى طريق حلب في منطقة خناصر وهاجمت عدة نقاط يتوضع فيها الجيش العربي السوري على طريق أسريا خناصر. هاجموا بأعداد كبيرة ومن عدة اتجاهات. تم استيعاب الهجوم وإيقاع أكبر خسائر في صفوف المسلحين وتدميرهم، ثم انتقلت قوات الجيش لتحرير بعض القرى التي تعتبر معاقل لهؤلاء المسلحين. المجموعات المسلحة حاولت مع بدء توسيع العمليات العسكرية للجيش السوري في ريف إدلب فتح جبهة في ريف حلب الجنوبي لتخفيف العبء عن مسلحي مدينة إدلب والسيطرة على الطرقات الدولية وفصل المدن والأرياف عن بعضها البعض. مازن سلمو، العالم، دمشق. إلى سوريا، حيث تتواصل العمليات العسكرية على أكثر من محور في مخيم اليرموك. إلى ذلك أفادت آخر المعلومات بتقدم مقاتلي الفصائل الفلسطينية مدعومين بالدفاع الوطني في محور شارع فلسطين ليصلوا إلى بعد عشرات الأمتار من سوق لوبيا. محمد الخضر والتفاصيل. لا تغيير في سير معارك الفصائل الفلسطينية والدفاع الوطني بمواجهة داعش وجبهة النصرة على محاور مخيم اليرموك. الاشتباكات يومية والمقاتلون على الأرض ينفون انسحاب مسلحي داعش مع تغييرات تكتيكية وتقهقر في صفوف مسلحيه. بشكل فعلي وحقيقي حركة داعش لم تنسحب من المخيم، هي موجودة في محور فلسطين وموجودة أيضا في باتجاه مخيم اليرموك على الجانب الأيمن. المواقع الدفاعية القديمة كانت تتركز حول جامع الحبيب المصطفى وهنا تتواجد جبهة النصرة. حركة داعش تقدمت باتجاه هذه المنطقة وأخذت مواقع لها ولا زالت موجودة في هذه المواقع حول جامع الوسيم وشارع 15. التقدم على محور شارع فلسطين بدأ في محيط مبنى البلدية التي صمدت حاميتها على مدى عامين. مقاتلو الفصائل خاضوا معارك عنيفة مع المجموعات المسلحة توجت باستعادة جامع الرجولة ومحيطه ومجمع المدارس وصولا إلى تخوم سوق لوبيا. كان خط الدفاع الأول، هذا هو الشارع، مركزيات أحرار الشام وبعض من عصابات القراعين، ما يسمى بالقراعين، وتم دحرهم لشارع جلالك عوش. نحن نبعد عن شارع لوبيا تقريبا أقل من 100 متر. قتال شرس شارك فيه مسلحون من حركة أكناف بيت المقدس. حرب شوارع حقيقية امتدت ضمن أزقة ضيقة وبين بيوت مفخخة، والأخطر شبكة الأنفاق التي اعتمدها المسلحون. طبعا مهمة الأساسية دخول مدينة دمشق والاقتراب أكثر إلى مدينة دمشق. في كثافة بناء، في أنفاق، وفي شبكة أنفاق قوية جدا يعني بالمنطقة هاي، مثل ما شفت هلا قبل شوي، أنفاق هاي ممتدة من جامع الرجولة إلى غاية شارع فلسطين. تغيرت معطيات الميدان بوضوح لصالح الفصائل المقاتلة لاستعادة المخيم. ومقابل التقدم على مداخل اليرموك ثمة معارك أخرى تخوضها مجموعات مسلحة بينها جيش الإسلام ضد داعش. يتراجع داعش كل يوم من مخيم اليرموك، واقع تؤكده التطورات الميدانية على الأرض شمالا وجنوبا، لكن إخلاء المخيم من المجموعات المسلحة لا يزال يحتاج إلى مزيد من الوقت، يقول قادة ميدانيون. محمد الخضر من مخيم اليرموك جنوب دمشق، الميادين. الأمين القطري والمساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس هلال الهلال، وخلال احتفال أهالي مدينة يبرود بعيد الجلاء، أكد أن الجلاء سيبقى ذكرى مشرقة في تاريخ سوريا ومبعثا للروح الوطنية في وجدان السوريين.
في رحاب الجلاء نستحضر بطولات أجداد قدموا تضحيات نصر وغرسوا شجرة الاستقلال بيدهم وسقوها بكريم دمهم. ففي يبرود عروس القلمون احتفل أبناؤها بالذكرى 69 لجلاء آخر مستعمر فرنسي عن أرض وطننا. أحييكم تحية النصر، تحية العروبة، في يوم هو الأغر وهو الأميس في تاريخ سوريا، يوم الجلاء المجيد، يوم انتصر الأجداد والآباء على هؤلاء الظلاميين وهؤلاء القتلة الذين أتونا اليوم بلبوس آخر وبمسميات أخرى. أحييكم يا أبناء القلمون الأشم، ونحن اليوم في درتها في يبرود، ومن لا يفتخر بهذه الوجوه الطيبة نلتقيكم اليوم، وكلنا أمل بأن النصر قاب قوسين أو أدنى، أو نقول أننا انتصرنا. وأكد هلال أن السوريين كلهم عزيمة على متابعة المسيرة النضالية التي خاضها أبطال عظام ضحوا بأرواحهم ودمائهم في سبيل وحدة الوطن وعزته واستقلاله. وسوريا ستواصل محاربة الإرهاب بانتصارات الجيش العربي السوري الذي يسطر أروع البطولات بمهمته الوطنية في ملاحقة الإرهابيين والقضاء عليهم وتطهير كل شبر على أرض سوريا. أنقل إليكم ويشرفني هذا تحيات قائد هذه الأمة، القائد الذي لم يرتضي الذل والهوان لأفراد شعبه، القائد الأمين القطري لحزبنا العظيم حزب البعث العربي الاشتراكي السيد الرئيس بشار الأسد. سوف يقول للآباء والأجداد كما طلبتم هؤلاء القتلة آنذاك، فاليوم الشعب السوري وفي مقدمته هذا الجيش السوري البطل هو سوف يطرد هؤلاء بأدواتهم الجديدة. كما تم إجلاء هذا العدو الذي احتل سوريا أيام الفرنسي، اليوم إن شاء الله بهمة وسواعد الجيش العربي السوري وأهلنا في سيتم جلاء الايادي الصهيونيه التي تعمل في سوريا. كل عام وانتم بخير للجيش العربي السوري، بقول للشهداء كل عام وانتم بخير. تحرير سوريا من الاستعمار الفرنسي وعقبال ما نحررها من العصابات الارهابيه. وان شاء الله سوف يكون هذا العيد ايضا لجلاء جميع الارهابيين والمسلحين من هذه البلاد الطاهره. لا اجمل ولا احلى من هذا اليوم الذي نالت فيه سوريا استقلالها. وسوريا ستبقى مستقلة. نقول لكل ابن منطقة يبرود حافظ على استقلال بلدك. أبانا وأجدادنا ضحوا، حلق نحن منضحي ولادنا منضحي في سبيل الوطن. اليوم علينا جميعا أن نقف في وجه الإرهاب وأن نطهر أنفسنا أولا وأن نطهر الإرهاب من سوريا أجمعين. مثل ما كنا شايفين التجمع الحلو والكبير اللي ضم كل ريف دمشق اللي صار هون بيبرود، وهذا شرف كبير إلنا انه صار الاحتفال هون على ارض يبرود. وانا بقول بدنا نتكاتف كلنا جميعا وكلنا نضل بايد واحده مشان نرجع نعمر سوريا. دماء السوريين ستروي الارض حتى جلاء اخر مرتزق عليها، فهي على اعتاب نصر وجلاء جديدين بعد القضاء على اخر ارهابي تكفيري. هزمنا قديم استعمارهم وبصمود شعبنا وانتصارات جيشنا سنهزم جديده ومرتزقته، فالشعب السوري مصمم على خط المقاومة لا يقبل بالمساومة في سبيل مجد سوريا الوطن والإنسان. لأخبار التلفزيون العربي السوري ناجي شوفان، يبرود ريف دمشق. تفقد وزير الكهرباء المهندس عماد خميس عمليات إعادة تأهيل البنى التحتية الكهربائية في عدرا، حيث بدأت محطة تحويل عدرا بنقل الكهرباء إلى كل المعامل والفعاليات الاقتصادية والصناعية في المنطقة بعد انتهاء معظم أعمال إعادة التأهيل، والتي ستكون خلال فترة قصيرة ضمن الخدمة الكاملة، ما يعني النهوض بالواقع الكهربائي.
إقامته واضحة هنا وقتل. هذا ما كان خلال الفترة الماضية التي سيطر الإرهاب فيها على هذه المنشآت. أما اليوم كان وأخواتها وما رافقها من إرهاب ولوا عن هذه المنطقة بفضل جنود الجيش العربي السوري الأبطال، وأتى وقت جنود الجيش الخدمي ليبعثوا الحياة بها لتقلع من جديد. محطة تحويل عدرا البلد والمستودعات المركزية ومعهد التدريب وقسم التصليحات كان قبلة وزير الكهرباء المهندس عماد خميس والمديرين المختصين لتفقد ما حل بها جراء الإرهاب، وما أنجزه إلى اليوم جنود الكهرباء لإعادتها إلى سابق عهدها بعد حجم تخريب وصل إلى حوالي 80%. هلا نحن من أول يوم وصلت فيه الكهرباء قدرنا نجهز خلايا، هلا منفوتكم لجوا الخلايا المغذية الرئيسية لهم، تمام؟ يعني أنا بعتبره هذا يعني هي روح العمل، يعني في أمور التنظيف وإزالة الأنقاض وكذا أنا بعتبرها جزء بسيط قدام، ما تعيدش بده شيء تقني، يعني بده عمل تقني وين. الحمد لله نحن ماشيين في هذا. يعني محطة تحويل عدرا كهرباء إلى كل المعامل والمنشآت الاقتصادية والصناعية في المنطقة بعد انتهاء معظم أعمال التأهيل فيها، وهو مؤشر لإعادة إقلاع الحركة الإنتاجية في عدرا. اليوم نحن المواد والتجهيزات والمستودعات والمعامل والمخابر الخاصة بقطاع الكهرباء هي موجودة بالمنطقة، وهي إلى أكثر من سنتين خارج كانت مجموعات الإرهابية تعيش فيها فساد وتخريب وتدمير، ونحن بعد ما أعادتها قواتنا المسلحة إذن وسلمتناها بشكل كامل هذا سيكون هناك رفعة كبيرة لقطاع الكهرباء لأنه يمارس عمله وفي بلدة المزينة بمنطقة وادي النظارة أقام فرع منظمة طلائع البعث بحمص مهرجانا فنيا بمناسبة أعياد نيسان المجيدة وتكريما لتضحية الشهداء الأبرار. ويتضمن المهرجان معرضا فنيا للأطفال في مدرسة الشهيد نسيم موسى للتعليم الأساسي بالمزينة، وقدم أطفال مدارس المزينة والحواش والمدارس المجاورة لوحات فنية وتراثية عبرت عن فرح الأطفال وصدق انتمائهم للوطن الأم سوريا. عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب النقابة المهنية والمنظمات الشعبية عبد المعطي مشلب خلال حضوره المهرجان أشار إلى أهمية هذه الفعالية ومشاركة الأطفال فرحهم، مؤكدا أن دماء الشهداء ستكون مفتاح النصر على الإرهاب. ومن أخبارنا الميدانية، قضت وحدة من الجيش والقوات المسلحة على عدد من إرهابيي تنظيم جبهة النصرة في بلدة خان الشيح بريف دمشق ودمرت ما بحوزتهم من أسلحة وذخيرة. كما قضت وحدات من الجيش والقوات المسلحة على إرهابيين من جبهة النصرة وما يسمى لواء الإسلام، من بينهم المغربي الحبيب طاهر رواسي والليبي نبهان عبد الغفار السويحلي والأردني عبد الرحمن العودة والفلسطيني سعيد نزال، إضافة إلى مراد رمضان وبهاء سويدان ومحمد درويش وجلال حصوة وعبد المنعم حميدي في عمليات على أوكارهم وتجمعاتهم في مزارع الغوطة الشرقية وجبال القلمون والزبداني. وفي درعا قضت وحدات من الجيش على إرهابيين من تنظيم جبهة النصرة في داعل وغرب قرية براق وتل العلاقيات ودمرت لهم آليتين بمن فيهما في بلدة كفر شمس بريف درعا الشمالي الغربي. إلى ذلك خرجت أمس مظاهرة حاشدة في مدينة نوى تطالب بخروج إرهابيي تنظيم جبهة النصرة من المدينة ونددت بممارساتهم وجرائمهم بحق الأهالي. وفي حمص وصلت وحدات تنظيم نفذت عمليات مكثفة أسفرت عن مقتل العديد من أفراد التنظيم وتدمير آليات وأسلحة وذخيرة لهم جنوب غرب قرية رحوم. بحضور جماهيري كبير احتفل أهالي معلولة بالذكرى السنوية لاستعادتها من براثن الإرهاب التكفيري بصلاة من أجل عودة المختطفين ورحمة للشهداء ولسلام سوريا. لا تفكروا تركناها وصارت ورانا معلولة من ننساها ولو صرنا رماد. كلمات بالآرامية صدحت بها القلوب قبل الشفاه وبدمع العين تجسدت حسرة فراق من غاب، وعلى وقع أجراس الكنائس ابتدأ الاحتفال.
جايين لحتى نشارك بالذكرى الأولى لتحرير معلولة يلي أهلها بلشوا يرجعوا عليها والأكثر رجعوا عليها. إن شاء الله الأمور بدورة الحياة انطلقت بمعلولة، ونحن المعلولة بتتعمر بمساعي الكل، بنقول للكل يلي ما رجعوا معلولة بانتظاركم، بانتظار أيديكم ومساعدتكم وهمتكم، ومعلولة بتكمل بإيد الكل ويد بيد بين المواطن وأهالي معلولة وبين الدولة، إن شاء الله بتصير وتولد جديد. عام على عودة البلدة إلى أهلها الذين صلوا اليوم من أجل السلام في سوريا ومن أجل شهدائها وعودة المختطفين في كنيسة القديس مارجوس في معلولة، كما زرعوا بهذه المناسبة 3 شجيرات في أماكن استشهاد أبناء البلدة. لا مجال إلا لأن نزرع أملا في أننا سنبقى في هذه الأرض كهذا الشجر الذي غرسوه في ذكرى الشهداء. معلولة اليوم مثل سوريا، يعني معلولة مختصرة الصورة السورية كلها. ما صار لنا أسبوع طالعين من أسبوع القيامة، فبفتكر معلولة عم بتشارك سوريا قيامة الرجاء الأمل والحياة الجديدة. عودة الأهالي إلى معلولة رغم الظروف القاسية تؤكد مرة جديدة أنهم أبناء الحياة، هم أبناء سوريا. وإن كان ثمن هذا الانتصار دماء زكية سفكت على هذه الأرض المقدسة، إلا أنه في معلولة وبحق كانت معمودية الانتصار. من معلولة في ريف دمشق لأخبار تلفزيون العربي السوري، شلين عازر. وإلى ملف أخبار البلد لهذا اليوم، مجلس مدينة اللاذقية ينفذ عمليات هدم للأبنية المخالفة والمنفذة بعد صدور المرسوم 40 في منطقة الشاطئ الأزرق والبلدية في مرمى المواطنين المتضررين. نتابع التقرير مشاهدينا ونعود. تطبيقا للقرار الخاص بهدم المخالفات المنشأة بعد المرسوم رقم 40، قامت اللجنة المختصة التابعة لمحافظة اللاذقية بالإشراف على هدم المخالفات القائمة في منطقة الشاطئ الأزرق. حسب توجيهات السيد محافظ اللاذقية والسيد رئيس مجلس المدينة بخطة عمل إزالة مخالفات البناء المشاهدة بعد المرسوم 40، هي مخالفات كلها لا يمكن تسويتها ولا تعالج إلا بالهدم، مخالفات بعد المرسوم 40، وعندنا خطة عمل لعدة محاور بالمدينة مشان هدمه. وأما هذه قرارات الوقف التنفيذ كلها قرارات بجوز كانت هي بنايات قبل المرسوم. عبر المواطنون لكاميرتنا عن وجهة نظرهم واستنكروا العملية وقالوا أنها جاءت فجأة ودون إنذار مسبق. هاي أملاكنا خاصة عم يهدوها، هم ملكنا من 1920، عمرنا لا بيخلونا ننظم ولا بيخلونا نشتغل ولا بيخلونا نعيش بهالبلد، كيف بدنا نسوي؟ عمرناها من دم قلب النهاية، فيها شركة 15 عائلة عقار هون، صرنا نحن من 1986 لليوم ما تنظمت هاللاذقية هون. في وقف تنفيذ من عدة سنوات في البناء هذا نفسه، في إعادة ترميم بسيط عليه كون هيكلية بس، فقط ما فيش غير هيك. نحن مع التسوية للبناء وكل شيء المخالفة، مع تسوية المخالفة، ما ضد القانون، نحن مع كل ما يقال بالقانون، مع التسوية مع التشميع مع كل شيء، مع كل نظام القائم بحد حذافيره. المخطط التنظيمي له 30 سنة من عام 1984 ومصدق راح عساس كل يوم السنة كل سنة يطلع مخطط تنظيمي ولا فيه. كنا صغار وكبرنا صاروا أولادنا هلأ، وين بدنا نسكن هلأ نحن؟ هي يعتبر أنا هالمال أنا سرقته، أنا سارقه، اثبت علي أنا سارقه لهالمال وتعهد. هاي المنشأة لما بنت من الصفر وين كانت نايمة البلدية؟ يا ترى هل من حل لمشكلة البناء المخالف التي تفاقمت وتضاعفت حتى وصلت لمستوى عال يصعب التعامل معه؟